طيب لو انت كان ليك النصيحه لمحمد صلاح، وانا عارف انه انت هتقول لي ان محمد صلاح نجم كبير وعارف كل حاجه، بس انا عارف ان هو بيستشيرك وبيسمع منك، تنصحه يكمل من لا في حاجه فضل. في حاجه مهمه جدا. اتفضل. يعني احنا بنتكلم كتير وبساله ويسالني ويقول لي واقول له، لكن عمري في حته مستقبله انا بقالي قاطع فيها دي من ساعه ما راح ليفربول ما بتكلمش فيها خالص. عارف قد ايه هو الناس اللي معاه بتدير اعماله ازاي وهو بيدير حياته ازاي. عمري ما اقول له روح كذا او اعمل واحسن لك كذا، لا. هو قدامه شاشه كبيره الناحيه الثانيه ولا حد فينا شايفها. ايوه صح. ولا حد فينا يعرفها. صح. فلو انا ممكن اطلع ادعي واقول انا قلت له وانا عملت له. وانت ممكن تقول مثلا انا شايف ان احسن له يكمل في الليفر بس هو يبقى شايف. لا انا بقول لك يعني انه تلاقي بعد كده هو لا هو ممكن يبقى افضل بكتير لو راح ريال ولا برشلونه او يكمل مع ليفربول، ده افضل له. انت بتقول ان هو بيبقى شايف الصوره كامله، وده دايما بقوله هنا ان هو اكتر من اول ما راح بازل وهو في تنقلاته احنا مع بعض يقول لي انا راح كذا الحته دي هروح عشان نعمل كذا اتكل على الله ومعاه متابعين. لا لكن ما اقول له تروح لا سيبك من دي وروح دي لا. الناس اللي بتديره واعماله واسرته وحياته دلوقتي حاجه تانية خالص. ولا اي حد يقدر اي حد بقى من الجمهور عادي يطلع يقول انا شايف كذا وانا بحب كذا ويعمل كذا عادي. طبيعي عادي. طبيعي. لكن احنا عمرنا ما اتناقشنا في الموضوع ده خالص. كابتن ضياء هو بيتاثر لما بيشوف انتقادات او هجوم او الناس تحمله كتير قوي للمنتخب ان هو المفروض هو اللي يتحمل المنتخب ويشيل المنتخب ويكسر المنتخب، هل صلاح بقى بيتاثر ولا الامور دي بتعدي بالنسبه له عاديه وما بيشوفهاش؟ لا بتوصل له طبعا. بتوصل له وبتتاثر وساعات بنتكلم فيها يعني. لحد اخر وقت يعني ساعات بنتكلم فيها. لكن طبعا بتوصل له. لكن اللي بيناقش المواضيع عنده قصور في معلومات كتيره جدا لازم تتقال. فما يعني ما تجيش بس كده هوب صلاح ايه؟ في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم. انت كاعلامي وكصحفي بقالك قد ايه بتتكلم ان احنا عايزين نصلح منظور الكوره وعايزين بروجكت وعايزين مشروع وعايزين نقول على اسس بقالك كام سنه كتير تقريبا من ساعه ما وعيت ده من ساعه ما وعيت اتفرج على ناس بتتكلم في الكلام ده. في ناس اقدم منك ما انا بقول لك اهو من ساعه ما وعيت بتفرج على ناس بتقول الكلام ده مش لما انا بقوله. فاحنا مش عشان بقى في لعيب كبير بقى عندنا ما احسن لعيب في العالم بمجهوده وبالبلان اللي عمله لنفسه وتحدياته مع نفسه ان هو اللي يشيل كل الخطايا بتاعت السنين دي كلها نختزلها في صلاح. لا عشان كده بقول احنا لازم لما تيجي تقعد عايز تتكلم في الموضوع ده بص للواقع بتاعك وخليك صريح وحل بس. صح. لكن هنقعد انا اقول كريم وانت تقول ضيا لا احنا بنستسهل نشوف هنضرب في مين. دي اسهل حاجه. ده الكبير حاجة. ده الكبير فيهم عارف انت لما تيجي تتخيل كده يقول لك ايه هات لي الكبير بتاع انا محمد صلاح طبعا اتخانق مع محمد صلاح فاهم يعني لا مشاكلنا كتير ومش هتتحل غير جماعيا صح بكل الناس المسؤولين عن الكوره يعني صحيح.